رابعة صباحا، الثانية بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجاري، حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وفي أسرع وقت ممكن. كما تم تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لا سيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني. وخلال الاتصال رحب الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. كما تقدم غوتيريش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة، كما أكد حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والذي ثمن الموقف المصري في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة. كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، مؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألماني أولاف شولتز، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين، حيث اتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. من جانبه أشاد المستشار الألماني بدور مصر البناء في المنطقة. أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني عن صدمته أن يتم تعليق تمويل الوكالة،
كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف. وأكد لازاريني أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص من أجل البقاء على قيد الحياة. كما أضاف أن الكثيرين يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق. مشاهدينا، انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيور كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي أنا كريم الخولي ودمتم في أمان الله.